ملتزمة بالدفاع والتفوق العسكري الإسرائيلي ضد أي دولة وضد منظمات هي طبعا غير الدولة النون ستيت التي قد تهدد أمن إسرائيل. ومن هذا المنطلق يأتي التعاون العسكري على مدى البعيد، وليس فقط وليس يعني لا نستطيع أن نقول تحضير للحرب، هذا التعاون قائم منذ الستينات إلى الآن. طيب سيادة العميد، هل صحيح أن المسألة ليس لها علاقة بتحضير لحرب ربما مقبلة؟ يجري الحديث الآن عن حرب مقبلة، وربما يتحدث البعض عن أنها قريبة. هل منظومة القبة الصاروخية أو الحديدية تأتي في هذا الإطار؟ كيف يمكن تحليل ذلك؟ هنا يمكن أن نبدي رأيا مخالفا أو رأيا آخر. نحن عندما ندرس أو نحلل سلوكا عسكريا معينا لدولة لا يمكن أن نقرأه منقطعا عن استراتيجيتها الأساسية. وإسرائيل هي من الدول القليلة في العالم التي تعتمد الاستراتيجية الهجومية في معالجة مسائلها الذاتية، وبمقتضى الاستراتيجية الهجومية لا يمكن أن ينطلق المهاجم في عمل عسكري إلا بعد أن يستثبت أمور ثلاثة. الأمر الأول قدرة قواته العسكرية الميدانية على تحقيق النصر. ثانيا قدرة مجتمعه على تحمل الرد وقدرته على حماية هذا المجتمع في حماية الرد. والمسألة الثالثة قدرة هذا الكيان على صرف الإنجاز العسكري فيما لو تحقق نصرا ميدانيا في السياسة. بالتالي من يملك قدرة، من يملك استراتيجية هجومية ويتجه إلى العمل الحثيث لحماية مجتمعه والبحث عن قدرات دفاعية ميدانية مدنية يكون باحثا عن إقفال حلقة من حلقات ثلاثة يستلزمها تنفيذ استراتيجيته الهجومية. كيف نسقط هذا الكلام على الواقع الحاضر؟ بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل تمتلك استراتيجية هجومية وبالتالي فهي تعد قواتها العسكرية لتحقيق النصر. الذي يعيق إسرائيل حتى هذه اللحظة عن الذهاب إلى الميدان هو أمرين. الأمر الأول عدم طمأنينتها إلى أن قواتها العسكرية بإمكانها أن تحقق نصرا ميدانيا في جنوب لبنان بشكل أساس أو على إيران. النقطة الثانية، إسرائيل حتى هذه اللحظة منذ العام 2007 أجرت 6 مناورات للدفاع المدني، مناورات الكيان 1 و2 ثم مناورات التحول 1 2 3 4، ولم تستطع أن تصل إلى سقف تقول فيه أن مجتمعها مطمئن وأنها قادرة على حمايته. فإذا لا تستطيع أن تذهب إلى الحرب، لكن إصرارها على مسألة الدفاع المدني و جمع قدرات عسكرية دفاعية هذا يعني تمسكا باستراتيجيتها الهجومية، لأن إسرائيل في تعلم أن الخصم لا يملك أحدا منه حتى هذه اللحظة، لا في لبنان ولا سوريا ولا حركة حماس ولا إيران، لا يملك، لا يعتمد الآن استراتيجية هجومية ضد إسرائيل. بالتالي إسرائيل إذا لم تعتدي على أي من هؤلاء الأربعة تعلم إسرائيل أنها ستكون بمأمن. لماذا إذن تصر على مسألة دفاعية؟ لأنها ملتزمة لاستراتيجيتها الهجومية. بالنسبة لنا نحن كعسكريين عندما ننظر إلى سلوك من يملك الاستراتيجية الهجومية في تحصين جبهة الداخلية بالشكل الذي يحصل يعني نعلم يعني أن هناك تحضير للحرب، لكن التحضير شيء و تنفيذ القرار بالحرب شيء آخر. لأن مع إضافة ربما لو سمحت لي سيادة العميد أن العدو هنا يعني الكيان الإسرائيلي لا يعرف ماذا يمتلك الخصم. هذه هي يعني النقطة. يعني هذه النقطة أيضا أساسية. حتى هذه اللحظة وهذا الأمر نكرره دائما أن لا أمريكا ولا إسرائيل حتى هذه اللحظة يعرفان حجم ردة فعل الخصم. وهذا يعيق طبعا أي قرار. طبعا يعني على سبيل المثال أعطي مثل بسيط في موقف بس باختصار سيد نعم موقف فقط أطلقه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 16 شباط الماضي عندما أطلق استراتيجية التقابل بالأهداف المتكافئة. ما الذي حصل؟ إسرائيل فرض عليها بجملة واحدة بموقف سياسي أن تعيد النظر في بنيتها التحتية وتبحث عن المطارات البديلة وعن المراكز البديلة وعن النقل البديل ل25 ألف
موظف وسياسي وإداري في إسرائيل لنقلهم إلى الضفة الغربية من أجل الحماية. نعم. هو موقف بسيط. نعم. لذلك المسألة ليست بالبساطة التي ننظر إليها. طيب. سيادة العميد سنتابع طبعا التحليل في هذا الموضوع مع السيد علي يونس أيضا في واشنطن، ولكن بعد التوقف مع فاصل قصير. أهلا بكم من جديد في أمريكا والعالم. نناقش في حلقة اليوم التمويل الأمريكي لمنظومة القبة الحديدية الصاروخية الإسرائيلية مع سيادة العميد الدكتور أمين حطيط، أرحب بك مجددا، وسيد علي يونس الخبير بالشؤون الأمريكية من واشنطن، الذي طبعا نحن نناقش هنا أبعاد التمويل الأمريكي للمنظومة الصاروخية الإسرائيلية. ولكن قبل متابعة الحوار، ما الأسباب الاستراتيجية لطلب التمويل الأمريكي لمنظومة القبة الحديدية؟ التمويل الأمريكي للترسانة العسكرية الإسرائيلية لا يحتاج إلى أسباب موجبة، فهذا التمويل بدأ منذ تأسيس الكيان وربما قبل ذلك بسنوات. فحماية الأمن الإسرائيلي مسلمة أقرت بها جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة في استراتيجيات الأمن القومي باعتبار وجود الكيان واستمراره قويا حاجة أمريكية لاستمرار نفوذ واشنطن في المنطقة. وعلى أساس هذه المسلمة يأتي تمويل تطوير منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، مع إضافة كونها ضرورية من أجل مواجهة الخطر الآتي من قوى الممانعة وبالتحديد من إيران وسوريا، إضافة إلى حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية. فالمنظومة جزء من التحضير العسكري الأمريكي الإسرائيلي المشترك لحرب جديدة مقبلة أو لمواجهة المشروع المقاوم، ولا سيما وأنها ستنشر بحسب قادة الاحتلال العسكريين على حدود لبنان وسوريا وقطاع غزة عندما تكون جاهزة. وكما كان عليه التسليح الأمريكي للكيان الإسرائيلي على مر العقود السابقة، فهو اليوم يمهد لدور عسكري يلعبه الكيان في استراتيجية واشنطن الجديدة التي تحضر كبديل عن الاستراتيجية الحالية التي تشهد إخفاقا في العراق وأفغانستان وباكستان بحسب تقدير المراقبين. طبعا هنا يجب أن نلقي الضوء عن المساعدات الأمريكية للكيان الإسرائيلي. طبعا بشكل مختصر، تبلغ نسبة المساعدات العسكرية الأمريكية الحالية للكيان الإسرائيلي نحو 60% من قيمة المساعدات الإجمالية له. توزعت 3 مليارات دولار من المساعدات الأمريكية السنوية للكيان الإسرائيلي على 1.2 مليار مساعدات اقتصادية و1.8 مليار على المساعدات العسكرية بين 1989 و2007. وصلت قيمة المساعدات الأمريكية للكيان الإسرائيلي إلى 17.879 مليار دولار خلال الفترة بين 1982 و1988 إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وصلت قيمة المساعدات الأمريكية للكيان الإسرائيلي بين 1975 و1982 إلى 17.814 مليار دولار، منها 66.3% مساعدات عسكرية. وبلغت المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان الإسرائيلي ذروتها سنة 1979، بحيث كانت نسبتها 83% من إجمالي المساعدات لدول في العالم في تلك السنة. سيد علي يونس، طبعا بعد ما تحدثنا عن المساعدات والتسليح الأمريكي للكيان الإسرائيلي، الحديث يترافق مع تطوير منظومة القبة الحديدية أو إنشاء